بس بقول لك انا اتكلمنا على عدم اختيار كلوش في لعيب المنتخب زي محمد شريف وطارق حامد. يعني رايي الشخصي ان محمد شريف واحد من الناس اللي لازم تكون تبقى موجود، لازم تكون موجود حتى ثلاث لعيبه. هو اللي يلعب طبعا هي كل الاسماء اللي بتلعب في مباراه السنغال المهم نكسب يعني الحمد لله ان شاء الله الرحمن يعني، لكن اشوف ان انت ظروف المباراه نفسها كانت تستهدف يعني بتحتاج محمد شريف، محمد شريف واحد من الرئيس الحضري. حسام حسن انا بعتز بيه جدا وواحد من الناس برضه الرجاله جدا ولعب معانا في كاس الرابطه بشكل متميز قوي، بس خلي بالك بس وده قلته ويمكن اقوله لكم مره ثانيه يعني النادي الاهلي مش اي حد يلعب فيه بسرعه، محمد شريف دلوقتي واحد من المصنفين في مصر رقم واحد مثلا مظبوط؟ يعني يوم ما جه من في يناير 2018 كنا بنلعب مع اياكس في المرتب دقيقه ونص، وبعد كده جه في شهر يناير ده تقريبا 10 يناير او 11 يناير اول مباراه ليه كانت في شهر 4 يعني بعد 3 شهور، النهارده هو رقم واحد. الانديه الكبيره في ناس بتخش على طول وفي ناس بتاخد صبر، يعني الصبر ده مهم قوي في الكوره، مش ما تستعجلش حاجه وما تاخدش قرار على فتره من حياتك، يعني تاثر على حاجه كلها، لا هو استعجل وتعب. رمضان صبحي. بص يعني هو مش هتكلم من الاجابه الدبلوماسيه او حاجه يعني، لكن هم لعيبه في فرقه ثانيه دلوقتي في فرقه ثانيه، بس اللي انا باكد عليه دايما في النادي اللي عندي في النادي الاهلي هو اللوجو هو النجم، يعني لوجو النادي هو النجم، النجم هو الرقم واحد هو الفريق، لكن عايز اقول لعيبه محترمه وفي النادي محترمه. انت في النادي الاهلي بتتعلم حاجات معاني، حاجات في الحياه الناس بتدور عليها، بتدور على المعاني والمبادئ، وانا شوف يعني مش عارف ممكن لما بتقول الحته دي في ناس بتزعل، يعني احنا بنرسخ عندنا كده المبدا، عندك يكون عندك مبدا، لو تعارض المبدا مع مصلحتك لا بنختار المبدا، لو تعارض مبدأك مع المصلحه بتختار المبدا وربنا بيوفق. يعني في اوقات كتير جدا 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 تاخد قرار وانت عارف ان هو مش في صالح النادي في الوقت ده، بس لصالح مبدا النادي اللي جاي وبتاخده وربنا يوفق. فعظمة النادي الاهلي هو تمسكه بمبدأه وقيمه واسلوب حياته وادارته للامور.